لكن يمكن قلنا أنه بدأ يعتمد فريق الشباب على الهجمات المرتدة عن طريق سالم سعد وبرنس تاغو، اللي يمكن اليوم بذل مجهود كبير في الانطلاقات ومساعدة سالم سعد، أو يمكن هذا الهدف الجميل اللي شاهدناه لفريق الشباب. طبعا الكرة الأولى اللي هي الرفعة لناصر يوسف لعب بشكل جميل. الغريبة في في في, في الكرة أن أطول لاعب بالنسبة لفريق الشباب اللي هو مشعل عبد الوهاب، يعني تصور المشعل بالقوة الجسمانية مع البرنس تاغو، لكن شاهدنا أن برنس تاغو هو اللي يكسب المعركة بين الاثنين ويسجل هدف.